السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم طيبين وكويسين بخير، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب ان شاء الله. والنهارده اول ايام عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله هنتمشى كده شويه في اشهر الشوارع والمناطق الموجوده او يعني بالقرب من محيط وسط القاهره، ونشوف الاجواء عامله ازاي. وعايز اقول لكم ان يعني غالبا بيكون الدنيا هاديه في اول يوم، يعني هنلاقي ان الشوارع مش زحمه قوي، هنلاقي الشوارع فاضيه شويه. فيلا بقى بينا نبدا علشان نستكشف ده بنفسنا، وخليكم معانا.